لقد قرأت في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة أنه يحرم الذهب على النساء، وقد قرأت عدة أحاديث عن تحريم الذهب في هذا الكتاب، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عائشة قلبين ملويين من ذهب فقال ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة وصفريهما بزعفران. أرجو الإفادة، هل الذهب محرما على النساء؟ جزاكم الله خيرا. نعم، كتاب آداب الزفاف لفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله ووفقه فيه هذا الكلام وهو تحريم الذهب المحلق، ولكن في الحقيقة أن هذا رأي شاذ خلاف ما عليه أكثر العلماء وخلاف ما تدل عليه الأحاديث الكثيرة الصحيحة من جواز لبس الذهب المحلق للنساء والخواتيم والأسورة وغير ذلك والقلائد. فهذا الرأي وهذه الأحاديث التي اعتمد عليها فضيلته تعتبر شاذة بالنسبة لما هو أصح منها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه أكثر أهل العلم. هذا هو الصواب، أنه لا بأس على النساء أن يلبسن الذهب ويتحلين به سواء كان محلقا أو غير محلق. جزاكم الله خيرا شيخ صالح، هل ناقشتم شيخنا الشيخ الألباني أو كتبتم إليه في هذا الرأي؟ نعم، ناقشه أهل العلم ممن ناقشه في كتاب مستقل فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري في كتاب عنوانه إباحة الذهب المحلق، وهو كتاب مطبوع ومتداول. وكذلك فسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز ناقش هذه المسألة غير مرة من خلال هذا البرنامج وغيره، وبين الرأي الصواب في هذا. جزاكم الله خيرا. أعني ما وصل إلى الشيخ الألباني نفسه، هل تعتقدون أن تلكم المناقشة وصلت إلى الشيخ الألباني؟ يظهر والله أعلم أنها وصلت إليه. يظهر والله أعلم أنها وصلت إليه، بدليل أنه ناقش ما كتبه الشيخ إسماعيل الأنصاري. نعم، على كل حال هو كل يؤخذ من قوله ويرد إلا ما وافق الدليل، والعلماء ما زالوا يختلفون في المسائل الاجتهادية والمسائل الفقهية، ولكن الواجب اتباع ما قام عليه الدليل من أقوالهم، وقد قام الدليل كما ذكرنا على إباحة الذهب المحلق، والحق هو حق ويتبع. جزاكم الله خيرا. ربما نسأل أو ربما تسألون شيخ صالح عن معنى المحلق. المحلق كالخاتم الذي على شكل حلقة والمدور من الذهب. هذا هو المحلق. كالأسورة مثلا، كالأسورة والخواتيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.